ايش فيك يا عيال؟ حدي من نفسك، كله عيال يتزوج وان شاء الله ربنا يفرجها. يا عمي زواج الا افلاس افلاس. انزين شنو الحين المشكله اللي عندك بالضبط؟ يا اخي المهر ودبرناه 10,000 ورجعناها. زين شنو؟ والسياره قلنا جبناها اقساط، شو نسوي؟ زين بسرعه الحين شنو المشكله؟ انا اللي بات شدي الطقالات ب1000 دينار. الطقالات؟ يا معود زعز بالي الحين عندك مشكله كبيره كلها عشان طقاقات. يا شوف انا عندي هذه فرقه اجيبها لك تشيل لك العرس كله ابو انت واهلك والربعه كلهم. يا عمي والله ولا يكلفك ولا فلس، بس يبي عشاء هذا العشاء بس لهم وهم يشيلوا لك ام الحفله. عشاهم؟ اه عشاهم. زين هاي الفرقه هذه؟ هذه فرقه لويا الشعبيه، يشيلوا لك الحفلات ويسوون اعراس وكل شيء بس همهم بطنهم. ها؟ اخاف. اسمع مني وجرب. يلا خلينا نشوف. امشي يلا هذا يلا. يا هي الفرقة فيها أنا مستني بالصبح. يا ده حاجة غريبة. يا سلام. أمين. إذا في حاجة جاية من بعيد ولا مش عارف. قوم قوم يا سعيد. إيه أم بيت. هغني بس ما حدش يضرب بمجالسهم كانوا يعزوني بس بسومالي وكشوني وصلتوا كلامهم عطاني ودرسك علمني يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. اوعى سيب القفة سيب القفة. يا عم هي غريبه، القبطه هات احسن حاجه غريبه.